تحياتي واهلا وسهلا بحضراتكم. انا اسمي اسماء ابو شادي، وكيل كليه التكنولوجيا الحيويه جامعه النيل الاهليه، ومدير برنامج التكنولوجيا الحيويه التطبيقيه بالكليه. حقيقي لما حظيت بشرف انضمامي لاسره جامعه النيل في بدايه فكره تاسيس وانشاء كليه للتكنولوجيا الحيويه كنت متحمسه جدا. لما اول جامعه اهليه بحثيه رائده في مجال هندسه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورياده الاعمال تتبنى فكره انشاء كليه للتكنولوجيا الحيويه دائماً من الجامعه باهميه المجال اللي اثر بشكل فعال في حل بعض المشكلات اللي موجوده في العالم واللي تاثرت بيها مصر بشكل كبير، بدايه من جائحه H1N1، الكوفيد 19، مشكلات التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري، وبعض المشكلات الخاصه بقله المقنن المائي. وده لأن مجال التكنولوجيا الحيوية هو مجال متعدد التخصصات، بيقدر إن هو يفيد البشرية في قطاعات مختلفة، بداية من القطاع الطبي والدوائي، قطاع الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية، القطاع الزراعي، القطاع البيئي والصناعي. كلية التكنولوجيا الحيوية فيها برنامجين متميزين، هو برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية وبرنامج المعلوماتية الحيوية. بيتم دراسة 136 ساعة تدريسية معتمدة بتأهل الطالب إن هو يكون ملم بجميع وكافة العلوم الأساسية اللي بتؤهله للتعامل مع المادة الوراثية وتحليل الجينومات المختلف، وده طبعا تطبيقا لرؤية ورسالة الكلية المتميزة والمنفردة واللي بتنطبق بشكل كبير مع رؤية الدولة 2030. حقيقي بيئة التعليم والتعلم داخل حرم جامعة النيل مختلف، هي بيئة أكاديمية وعلمية بحثية تطبيقية تدريبية من المقام الأول، بالإضافة إلى الجزء الترفيهي للطلاب. بنعلم الطالب داخل جامعة النيل إزاي يستثمر في نفسه، إزاي يتعرف على نقاط القوة اللي داخل شخصيته ويبتدي إن هو يستغلها، إزاي يحدد نقاط الضعف ويبتدي إن هو يحلها، إزاي يؤمن بفكرته لغاية لما يحققها. كلية التكنولوجيا الحيوية ليها أكتر من اتفاقيات على المستوى المحلي والدولي في أرقى الجامعات عشان تؤهل للطلاب التدريب المستمر والاحتكاك بسوق العمل. عندنا جامعات في أمريكا وفي أوروبا وفي اليابان للمراكز البحثية المختلفة في القطاعات المختلفة اللي بيهتم بيها مجال التكنولوجيا الحيوية. الطالب عندنا حقيقي بيقدر ينافس مش بس على المستوى المحلي، ده كمان على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. حقيقي بنتمنى أن حضراتكم تنضموا لأسرة جامعة النيل كلية التكنولوجيا الحيوية. شكراً.